السؤال. طقس ربيع متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. بدنا نقول مبروك لمها عبود اللي ربحت عن صورتها بفقرة صورة وشمسية، وموضوعنا كان الأنتيك. أما موضوعنا لهالشهر هو صوركن على البحر. بعتولنا صوركن لتربحوا معنا بنهاية كل آخر شهر جايزة. هلأ بننتقل على دول عربية. لنبلش بتونس 26 درجة، رباط 29، الجزائر 28 درجة، بغداد 42، دمشق 31، القدس 27، والختام بيكون مع الكويت 49، دوحة 44 درجة، أما الرياض كمان عم بتسجل 44 درجة. هلأ منرجع على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 18 و26 درجة، بالنسبة للجبل تتراوح بين 14 و20، أما بالداخل توصل أقصاها لل 29 درجة. هلأ منروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا بعكار. 24 درجة، طرابلس 26، الأرز 18، الكورة 23 درجة، الهرمل 22، القاع 21، بعلبك 25 درجة، دياء 24 درجة، منكفي على جبال 26، ميروبة 20، جونية وبعبدة 26 درجة، بيروت كمان 26 وطقسها غائم جزئيا، منكفي على زحلة 29، شتورة 28، عنجر ومشغرة 27 درجة، منكفي بالمناطق اللبنانية عجزين 24، رشيد 23 درجة، مرج عيون 27، والختام مع صيدا صور وقعنا 26 درجة. بكرة الثلاثة طقسنا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، وبتوصل حرارة أقصاها لل 26 درجة أدناها لل 20، بالنسبة للأربعة بتتراوح بين 19 و25 درجة، أما نهار الخميس بترتفع لل 27 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 12 درجة و18 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. تصبحوا على ألف خير.